نير، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. انت جيت امتى؟ وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. وحشتيني قوي. كنت فين؟ كنت في عيد ميلاد هند صاحبتي. دي احلى مفاجأة انت عملتها لي ان انت جيت. قافلة موبايلك ليه؟ اتسرق مني النهارده في البنزين. زينة، انت كنت عارفة انه هيتسرق عشان كده طلبت مني موبايل؟ وهو انا يعني كنت عارفة ان انت جاي النهارده؟ ما انت قايل لي انت هتيجي كمان اسبوع. كويس كويس انا جيت عشان ما تقعديش من غير موبايل اسبوع. ده هلبي عشان عايزك في اسبوع. اسبوع كبير جدا. وحشتني قوي. وانت كمان. هنا المكان مش كده؟ ايوه. مرعى شمال. رايحين لمرعى شمال. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. الفلوس هتقول ايه؟ حبيبي قول لي في حد من الوزع عمل لك حاجة؟ انت سبتني هنا ليه يا بابا؟ سامحني يا حبيبي، أول وآخر مرة. طنط رجع تاخدك توديك لغاية البيت. وانت هتروح فين يا بابا؟ انا مسافر حبيبي، هغيب يومين وارجع لك. يلا يلا بقى من هنا. يلا 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 حبيبي. يلا 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 بابا. يلا يلا من هنا بسرعه بقى. يلا ايه يا حبيبي بص لي كده ليه؟ استغربك شوية. أنا؟ بالعكس أنا مبسوطة جدا من وجودك، فرحانة إن أنت عرفت تاخد العشرة أيام دول. باباك يكلمك؟ لا ولا هيكلم. معقولة؟ معقولة بنته تهون عليه كده؟ كفايه الامبراطوريه اللي هو بيديرها، ولا العاده اللي جاي من مراته الجديده. فرحان بيه قوي، بيجدد بيه شبابه. طب وانت عرفت منين؟ ايه نير، انت فاكرني بكلم بابا من وراك؟ مريم انا ما منعتكيش تكلميه، كلميه براحتك. انا عارف من وجهه نظره ان انا مش الراجل المناسب اللي اتجوز بنته. هو فاكرني طمعان في فلوسه. معذور ما يعرفنيش، بس ما اقدرش الومه. اي حد مليونير في مكانه هيفكر بنفس الطريقه. بابا لو شايفك زي ما انا شايفك هيعرف ان انت احسن راجل في الدنيا.
كمان وحشتني قوي. وحشتني اكتر. ايه ده حسن؟ جيت بدري يعني النهارده؟ وحشتيني. قلت اجي بدري لقيتك انت اللي اتاخرتي. وانت كمان وحشتني. بس اسكت، ده كان حته يوم النهارده. محدش قالك تشتغلي الشغلانه المنيله دي. عندك حق، بس سبحان الله يا اخي، الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه وهي في ايده. انت عارف النهارده جالي واحد ساب ابنه رهن عند تاجر مخدرات عشان خاطر تذكره هيروين، ما يعرفش ان في ناس بتتمنى دوفر طفل. وبعدين بقى احنا هنرجع نفتح الموضوع ده تاني؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، انتي عندي اغلى من اي حاجة في الدنيا كلها. بعدين احنا حاولنا نعمل كل حاجة بس ربنا ما قردش. الحمد لله على كل شيء. ها قوليلي بقى عملتي ايه مع الراجل؟ طبعا اديتيله الفلوس عشان يفك رهنية ابنه. لا طبعا، هو انا عبيطة؟ انا لو كنت اديتله الفلوس كان راح شم وما رجعش ابنه. امال عملتي ايه؟ ما تردي عليا، قولي لي عملتي ايه؟ كنا عملت ايه يعني يا حسن؟ رحت معاه طبعا لتاجر المخدرات، اديت له الفلوس ورجعت الولد. رحت لتاجر المخدرات؟ ايوه يا حسن، ما هو ما كانش في حل تاني غير كده. رحت اديت له الفلوس واخدت الولد. وبعدين انت قلقان من ايه؟ ده ما كانش بعيد، ده طريق مصر اسماعيليه في منطقه اسمها سحر والجمال. لا 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 لا، انت كده اتجننتي رسمي. في ايه يا حسن؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ اعلي صوتي؟ ايه السذاجه اللي انت فيها دي؟ رحت لتاجر مخدرات؟ طب وايه المشكله؟ ما انا رجعت واقفه قدامك اهو، صخ سليم ما فيهاش حاجه. لا انت كلمتي رسمي بقى. في ايه حسن بتزعق كده ليه؟ بزعق ايه يا شيخه؟ على طول بتصرفي بالسذاجه دي؟ في ايه؟